وقعت الإدارة العامة للطيران المدني عقدا مع شركة أوبر ماير الألمانية لتقديم خدمات الاستشارة الخاصة بإدارة مشاريع المخطط الهيكلي 2012، والتي تمثل في مجملها تنفيذ خطة تنمية مطار الكويت الدولي. وأكدت الإدارة أن العقد مدته 5 سنوات وينقسم إلى 5 حزم، منها إدارة مشاريع حالية قيد التنفيذ، إضافة إلى أعداد خطة لتنفيذ المشاريع المستقبلية ووضع تصور للتشغيل المستقبلي للمطار.